نشوف على طوال الموسم بكل موضوعية النجم الساحلي استحق التتويج. الصلابة الدفاعية عملت الفارق. ما يحبش يقول اللي ما فماش نقائص. من غدوة لابد باش نحلها في تأهيل الفريق ساعة أولا لرابط الأبطال، لتأهيل الملعب ثم لتعزيز الفريق باش يكون مراهن جاد إن شاء الله كي مشيت يرجع رابط الأبطال. احنا قدرنا باش ما نكونوش دو سامبل فيغورون. رهان كبير ربي معانا وكهو توفيق. انا فرح اليوم بالنسبه للمسؤول، غدوه الصباح المشاكل الربح بعد ساعات اكثر من مشاكل الخساره.